وللحديث عن تواصلي الحرائق في العراق ودلالات الإحصائية الأخيرة لمديرية الدفاع المدني في العراق، معنا من اسطنبول المحامي والناشط السياسي أسعد الخزاعي. أهلا بك معنا أستاذ أسعد. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. أهلا بك أستاذ أسعد. يعني مديرية الدفاع المدني في العراق أعلنت عن إحصائية لعدد الحرائق في العراق في الشهر الثلاثة الأولى أو في الأشهر الثلاثة الأولى، وهي في تصاعد. برأيك ما هي أسباب هذه الحرائق؟ بالتأكيد لا يخفى على حضرتك والمشاهدين بأنه الحرائق يتسبب فيها أمرين، أما الإهمال أو يكون فيها جانب متعمد. طبعا بالعراق احنا نعرف بأنه المؤسسة القضائية والأجهزة الأمنية الحكومية هي بصراحة يعني تابعة إلى جهات معينة وأحزاب وميليشيات، بالإضافة إلى أن هنالك جهات خارجية تعمد إلى إشعال مثل هذه الحرائق من بغية أهداف سياسية أو قد تكون هنالك أهداف اقتصادية. نحن لا نتحدث الآن عن الشق الأول اللي هو الحرائق التي تحدث بشكل عرضي، وهذه هي الحرائق طبعا موجودة في كل مكان، لكن نركز على الجانب الثاني وهو الجانب السياسي في الموضوع والجانب الاقتصادي، حيث أن الحرائق في كثير من الأحيان التي تنشب لأسباب سياسية قد تكون الهدف من عدها هو التضليل والتستر على جرائم قد وقعت أو قد تقع، مثل جرائم التزوير أو ما إلى ذلك، أو جرائم الاختلاس في المؤسسات الحكومية والوزارات، إضافة إلى موضوع الحرق أو الحرائق التي تحدث في المحاصيل الزراعية. فبالتأكيد هنالك أشخاص وتجار مستفيدين تابعين إلى أحزاب وميليشيات وجهات خارجية يضرهم الاكتفاء الذاتي داخل العراق، فيسعى إلى تدمير الاقتصاد العراقي وإتلاف المحاصيل الزراعية من خلال حرقها لاستيرادها من جهات معلومة. نعم عزيزي. نعم، يعني على الرغم من توالي هذه الحرائق واستمرارها أيضا، إلا أن السلطات الحكومية من دفاع مدني وشرطة لم تقدم للرأي العام الأسباب الحقيقية لهذه الحرائق رغم المطالبات المتعددة والمستمرة بذلك. أخي العزيز، هنا دور الدفاع المدني والشرطة هو إخماد الحريق، لكن دور المؤسسة القضائية وجهاز الادعاء العام هنا يكمن دورها في مراقبة ومتابعة القضايا والوصول إلى الجنات ومحاسبتهم. فالقضية لا تتعلق بدور الدفاع المدني، منتسب الدفاع المدني وموظف عادي وظيفته فقط التوجه إلى مكان وقوع الحادث وإطفاء الحريق، وكذلك أجهزة الشرطة، الشرطة المنتسب البسيط وحتى الضباط الأشخاص العاديين، هؤلاء ليسوا في موقع مسؤولية. المسؤولية الأولى والأخيرة تكون ملقاة على حيتان الفساد وعلى المؤسسة القضائية وجهاز الادعاء العام الذي يكون دوره هو متابعة هذه الحرائق وأسباب وقوعها ومحاسبة الجنات. وكلنا يعلم بأن المؤسسة القضائية هي مؤسسة فاسدة ومسيسة، وهناك الكثير من الأدلة التي تشير بأن رئيس المؤسسة القضائية في العراق هو قد تم تعيينه وفق المحاصصة الحزبية وبتأثيرات خارجية. كان هناك يعني دعوات أو تصريحات للكاظمي بأنه سوف يحارب الفساد وسوف يكشف من وراء كل يعني هذه الأمور التي لربما تعود بالعراق اقتصادا وبكل المجالات إلى الوراء. ما رأيك بهذه الوعود؟ هل نفذت بالفعل أم لا؟ مجرد وعود كاذبة وزوبعة إعلامية، لأنه مصطفى الكاظمي هو رجل عاجز وجاءت به المحاصصة، والهدف من الاتيان بمصطفى الكاظمي هو إسكات ثورة تشرين وإسكات الغضب الشعبي في عام 2019 بعد إقالة هادي العامري، العفو، الرئيس الوزراء السابق، اللي حقيقة يعني من كثرته منه حتى اسمهم بدنا نجهلها لأنه فعلا هم أشخاص غير معرفين جاؤنا من طيب. فلذلك يعني مجرد وعود أطلقها هو مصطفى الكاظمي لذر الرماد في العيون وإسكات الشارع العراقي، أما على أرض الواقع فهذا الشخص عاجز عن المحاسبة ودوامة المحاصصة لا تزال مستمرة، التدخلات الخارجية موجودة، لا يتم تعيين رئيس وزراء للعراق إلا بموافقة تنظيم ولاية الفقيه الإرهابي وعلى رأسه علي خامنائي. طيب بالعودة إلى موضوع الحرائق، هل تعتقد أن هذه الحرائق وخاصة تلك التي تطال مرافق حيوية أو موارد استراتيجية كإحراق حقول الحنطة والشعير وغيرها، هل تعتقد أنه مرتبط بإبقاء العراق مستوردا لها؟ ومن هي الدولة المستفيدة من هذا الإضعاف الاقتصادي للعراق؟ طبعا الموضوع يتعلق بالتجار
والتجار أغلبهم مستفيدين من هذه الفوضى ومستفيدين من الكساد أو تدمير الاقتصاد العراقي، لأن الاستيراد من جهات أجنبية ومن جهات خارجية بصراحة حتى ما نكون احنا أكون منصف أكثر بأنه ما عندي دليل أنه هل إيران لها دور بالموضوع، وأكيد الميليشيات التابعة إلى إيران لها دور بالموضوع لأنه هي التي تأتي ب كيف نقول بأغلب ما الموارد وأغلب المواد الغذائية تستورد من إيران، فأكيد التجار المرتبطين بإيران لهم دور في تدمير الاقتصاد العراقي، وأكيد إبقاء العراق تحت هذا الضغوطات الاقتصادية يؤدي بالنفع على تنظيم ولاية الفقيه الإرهابي وعلى إيران بالتالي. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول المحامي والناشط السياسي أسعد الخزاعي، شكرا جزيلا لك.